مشاكل كثيره، راه منها السكن، منها الصحه، راه ما كاينينش. وبالنسبه انا من ساكنه حي السلام كنستنكر هاد الناس، هاد الناخبين، لان ما عندنا حتى شي ناخب هنا في هاد الحي هذا، لان كنعانيو بزاف. من الاولى كنعانيو من الهشاشه والتهميش ومن بلاد الديور العائله للسقوط. خصهم يجيو يزورونا ويشوفوا هاد الناس، هادو هاد الديور اللي جاو حفروا خلاو منا، كيطلعوا منهم العقار وكيطلعوا الوس، وحتى من النظافه ما كايناش. بالنسبه للنظافه، بالنسبه للصحه والرياضه، سيدنا الله ينصرو فتح لينا جوج ديال المستشفيات، يعني جوج سبيطارات مزيانين، راهم خدامين غاديين مزيان. وانا بالنسبه للحي راه الاناره، الا جينا الاناره راه تقول بوله شاعله في هذا الحي هذا، كتكون وحده شاعله في دريبه كامله. ملي كنعيطوا عليهم كيقولوا لنا هذه الشركه في هذه الشركه، ما نعرفوش شكون اللي مستهدف، اش الشركه اللي بينا نشوفوا حنايا. حنا راه ما عندناش مرشح، راه بالنسبه لحي السلام راه ما عندوش مرشح، وما عندوش اللي يهضر عليه، راه ما كانش اللي يهضر عليه. كان واحد السيد هنا الله يوليه برحمته الله، هو اللي كان كيناضل بالنسبه لهذا الحي. حنا من الساكنه نتاع الملاح ومن الساكنه نتاع مراكش، وليت تجينا الغيره على مدينتنا. وبما ان تنشوفوا حنا هاد السياسيين اللي كانوا من الاول المنتخبين، الناس المنتخبه، بانهم الناس اللي تنشوفوا هاد العام، ولا تنشوفوا العام الجاي وتنشوفوا العام الجاي، هما اللي غادي نشوفوا العام اللي يجي الا ما درناش واحد التبديل لهاد الشهاده. حيت لا بقاو هاد الناس ما عمرنا شفنا معاهم شي حاجه مبدله، حومتنا كما تنشوفوها كما باقيه، باقي لوسخ، باقي داكشي مخلط. ها هما كاع قالوا لك صلحوا، ولكن تنشوفوا في الملاح الحيط مغطي بحشي ليفه، اي مدورين هادشي ما فيه حتى شي حاجه. تقولوا لك جينا نصلحوا، ملي تجي تشوف تلقى هذاك الشيء ما مصلوح ما والو. احنا تنطالبوا بهاد الناس هادو الا ما قدتوش على هاد الشهاده يتراجعوا، ويخليو الناس اللي الشباب اللي هما غادي يقدو يجري شي حاجه. انت الناس ما عندك انت قديم، وبلاك الله يجعل البركه دوز تحقق، خلي واحد الشاب اخر يجي ويجري واحد التغييره. حين بركه عندنا راه من سنوات وحنا تنشوفوا هاد الشيء باقي هو هذاك. تتشوف الملاح كما هو، تتخرج للمدينه كما هو، الطور هنا بتلقي كاين اللي تيخرج ما تيلقى في الطفيني حتى الزبل على هذا التبديل، ما بدلوا والو، بقى الملاح هو الملاح. وتنتمنوا منهم ينسحبوا هذوك الناس اللي كبار في العمر ودوزوا حقهم، ويخليوا الناس الشباب يديروا لنا شي حاجه. راه عطى الله الناس الشباب اللي قاريه وواعيه وعارفه اش تدير، والله الناس بات تخدم، ما لقاتش له فرصه.